احنا موجودين هنا قدام الاتحاديه تضامنا مع نورهان مرات احمد دوما ومع اهالي كل الشباب اللي تأيدت احكامهم النهارده احمد ماهر ومحمد عادل. بنطالب، احنا ضد قانون التظاهر، عايزين نسقط قانون التظاهر، وعايزين بنطالب الافراج عن كل الشباب المحبوس على ذمه قضايا سبب قانون التظاهر، سواء احمد دوما واحمد ماهر ومحمد عادل او عمر ولؤي وناصر واسلام اللي اتأيد عليهم حكم سنتين عشان كانوا واقفين في وقف التضامن مع خالد سعيد وقت محاكمة قتلة خالد سعيد، أو أي شباب ما نعرفش عنه محبوس دلوقتي بسبب قانون التظاهر. قانون التظاهر قانون غير دستوري وقانون الدولة بتستخدمه عشان تكسر الشباب أيا كانت انتماءاته. احنا واقفين، المطلب الرئيسي هو إسقاط قانون التظاهر. نظام جاي بقانون تظاهر عايز يسقط قانون التظاهر، يعني دي من المفارقات المضحكة يعني المبكية يعني. ده المطلب الرئيسي. المطلب بقى الثاني الإفراج على المعتقلين. كل أولادنا المعتقلين، احنا مش لحد معين. احنا بنقول افراج على ولادنا المعتقلين، وانا ملاحظ كلمه معتقلين بتضايقهم قوي. لا، في معتقلين. طول ما انا سجين راي ابقى معتقل. انت ولا مسكتهم بمخدرات ولا مسكتهم بسرقه ولا مسكتهم مش عارف ايه، دول سجناء راي، يبقوا معتقلين. بس مدام عبد المجيد مطالبه باسقاط قانون التظاهره، ان لغايه دلوقتي حتى القانون التظاهر اللي احنا مش موافقين عليه، مش بعد ثوره تقولي طب بتظاهر لازم اخد اذن بالتظاهر، حتى قانون التظاهر ما فيهوش حبس. انا مش عارفه يعني هم جايبين الحبس لدوما واحمد والجماعه دول على اساس ايه يعني. واللحم متنبور في رمل سينا، والكتف بيحجز على ايدينا، ادم العدو غرزه في لحم تراوي، والكتف عشش مخبرين على باب، والمخبرين خارجين كلاب صحرانا بيجمعوا العشاق في الزنزانة. مهما يطول السن مهما الأرض مهما يزيد الفجر من السجانة، مين اللي يقدر ساعة يحبسنا؟